لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال. قبيل الصلاة بدقائق وردتني مكالمة من سوريا، يقول السائل: لدي الآن 8 نسوة حمل من الاغتصاب، وهن ممن هرب من باب عمر، وبعضهن في الشهر الثاني وبعضهن في الثالث، هل يجوز الإسقاط أو لا يجوز؟ وكان قبل ذلك يرد الاتصال عن امرأة واحدة واثنتين، هذا رجل واحد يسأل عن 8، وهن من أسرته سواء كنا من أهل بيته أو من قرابته عموما. بعيدا عن الحكم الشرعي في هذه المسألة، إلا أن ثمة وقفات في مثل هذه الحال. أولا، يظهر من هذا السؤال أن مثل هذه المصيبة وهذه البلية ليست مصيبة عارضة، وإنما هو وهن في أمة الإسلام، وبلاء عظيم وشرخ في عقيدتها وفطرتها، وكذلك أيضا في أخلاقها، وأن هذه الأمة التي مر عليها عقود طويلة وهي بعيدة عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مستمسكة بكلام الله الذي أمر الله عز وجل بالاعتصام به، كما في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل الإسلام وهو كتابه سبحانه وتعالى، أمر الله عز وجل الأمة بالتكاتف عليه. في عقود ماضية كانت الأمة إنما تتكاتف على اللغة أو ربما لمصالح مالية وغير ذلك، ولهذا هي أوزاع، فلا يجد المسلم في قلبه شيء من الألم والحرج والضيق كما يجده إذا فقد ماله، فيجد من نساء المسلمين من تغتصب وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء على شهور متتالية، وبقيت الأزمة السورية زائدة عن عام تام وتمر عليها الآلام، وما زال المسلمون يحاولون حل ذلك بما لا يضر بالاقتصاد ولا يضر باللحمة ولا يضر بالمصالح الخاصة وغير ذلك. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: دب فيكم داء الأمم قبلكم، وهو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وهذا فيه إشارة إلى أن إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله شعيرة عظيمة، ليست شعيرة كسائر الشرائع التي ينزلها الله عز وجل على عباده، ولكن الله عز وجل ربطها برسوخ الإيمان في قلوب العباد، ثم ربط الله عز وجل معها تماسك الأمة ولحمتها، فجعل الله عز وجل الأمة التي تقيم هذه الشعيرة أمة متماسكة وهي كالجسد الواحد. وإذا كانت الأمة لا تقيم هذه الشعيرة فهي أوصال وأوزاع، ولو وجد الإسلام في أفرادها وجماعاتها، إلا أنها من جهة الجسد الواحد فهي ممزقة وبعيدة. كذلك أيضا، وهذا أمر ينبغي الكلام عليه، أنه ثمة فتاوى تظهر بين وقت وآخر وعدم ظهور راية بينة في سوريا، وعلى هذا لا ينبغي أن يقاتل أهل الشام دفاعا عن أعراضهم أو دفاعا عن دينهم. وهذا كلام يقوله من جهل الشريعة وجهل منطق العقل، لو لم يكن ثمة شريعة لديه كيف وقد شهد النقل والعقل على تقرير ذلك وبيانه. قد روى النسائي وكذلك الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قابوس بن أبي المخارق عن أبيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد أن يأخذ مالي. فقال: لا تعطيه مالك. فقال: لا تعطيه مالك وذكره بالله. قال: فإن لم يذكر قال: فاستعن به بمن حولك من المسلمين. قال: إذا لم يكن حولي أحد من المسلمين قال:
استعن عليه بالسلطان، قال فإن السلطان عني، قال قاتل دون مالك، دون مالك حتى تحفظ مالك أو تكون شهيدا. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالدفع عن ماله فضلا عن عرضه وكذلك دينه ودمه، ولو لم يرجع في ذلك عن سلطان بل لون السلطان عنه، فيجب عليه أن يدافع عن ذلك. ثم أيضا ما جاء في سنن أبي داود وكذلك أيضا في المسند من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. جهاد الدفع الذي يدفع الإنسان به البلاء عن نفسه لا يحتاج إلى نية، وذلك كحال الإنسان الذي يصول عليه صائل ويريد أن يدفعه إلى نية يدفعه عن عرضه أو ماله أو دمه، لا يفتقر ذلك إلى نية. ولهذا يتفق العلماء على أن من قتل دون ماله فهو شهيد ولو لم يكن ثمة نية، لأن هذا في أمر الدفع عن المال والدفع عن العرض والدفع كذلك أيضا عن النفس إذا صال صائل على الإنسان وقتل دافعا عن ذلك، فإن الله عز وجل قد جعل له الشهادة، وإن كانت تتباين عن شهادة المعركة في أن الإنسان نفر خارجا مختارا بإعلاء كلمة الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل قد أطلق وصف الشهادة على هذا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من قتل دون أهله، والمراد بذلك الدفع عن العرض، ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في مرتبة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في مرتبة واحدة. فأنى لأحد أن يشترط راية في مثل هذه الأحوال. ولهذا نقول إن الدندنة الكثيرة التي نسمعها بين وقت وآخر في اشتراط رايات في جهاد الدفع هذا من أظهر الجهل وأبعد الفهم عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تستهان الأعراض والدماء والأموال بحيث أن الإنسان يتوقف ويشاهد عرضه ويشاهد ماله ينتهك ونحو ذلك ثم يقال أبحث عن راية وإلا أغادر؟ هذا لا شك أنه منزوع الفطرة البشرية وكذلك منزوع الفقه والفهم في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يأتي نص عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين فضلا أن يكون ذلك من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتراط شيء من الرايات في جهاد الدفع. كيف وقد تحقق لأهل الشام جهاد دفع وجهاد طلب؟ من أراد الطلب مختارا فله ذلك، ومن أراد الدفع فإن دفع الصائل في ذلك متحقق. فإن المسلمين كثيرا ما يبلون في بيوتهم، وهؤلاء النساء هل حملن السلاح؟ هل حملنا السلاح على ذلك الذي يقاتل ويقتل الرجال والنساء والصبيان؟ رأينا نساء وشيوخا ورأينا أطفالا يقتلون، وهؤلاء النساء التي اغتصبن من داخل بيوتهن، وهل حملنا السلاح؟ ثم هل الاغتصاب هو من وسائل القتل؟ هل هو من وسائل القتل أو من وسائل الحروب الشريفة التي يتشرف بها أحد يحمل فطرة في جوفه؟ لا شك أن ذلك عدوان على الفطرة البشرية وعدوان أيضا على دين الله سبحانه وتعالى. ومن كثرة الأسئلة التي ترد علي في مسائل الاغتصاب والحمل أصبح ذلك متواترا مستفيضا، حتى كاد لا يخلو يوم أن يسأل الإنسان عن امرأة أو امرأتين، لكن أن يسأل الإنسان من عائلة واحدة يقول ثمان نسوة حمل من الاغتصاب، هل يجوز لهن أن يسقطن أم لا بعد نفخ الروح؟ مما يدل على أن هذا الأمر مستفحل جدا، خاصة في حمص وما حوله. ولهذا نقول للمسلمين هناك إن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاهم ببلاء عظيم وأنزل عليهم من المحن أشدها، وذلك أنهم يبتلون في دينهم وأنفسهم وكذلك أعراضهم وفي أموالهم، أنواع الابتلاء قد نزلت عليهم. فالإنسان إذا دافع عن هذه الأشياء مجتمعة لا شك أنه تحقق فيه أعظم مراتب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا نوصيهم أن يدافعوا عن أنفسهم قدر وسعهم وإمكانهم، كل يدفع ذلك البلاء عن نفسه بما استطاع، يدفع ذلك الصائل بسلاح بحجر بعصا وغير ذلك، وهذا مما أوجبه الله عز وجل على الإنسان، ولا يجوز له أن يسلم عرضه لأحد.
ومن يقول بأمثال هذه الأقوال أنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا أحدا ولو استبيحت أعراضهم أو استبيحت الدماء أو استبيحت الأموال، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه إلا براية، لا شك أن هذا جهل مركب بالغريزة الفطرية، وجهل مركب أيضا بمدارك العقل، وكذلك أيضا بمعلومات النقل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمثال هؤلاء هم أولى وأوجب أن يحجب عن الفتية للناس وأن يصدروا في بيان أحكام دين الله سبحانه وتعالى، وأنهم غششة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله عز وجل أمر بالنصح، ولو ابتلي الإنسان ولو أوذي ولو سفك دمه وانتهكت حرماته كلها، وجب عليه أن يقول الحق العام الذي لا يقوم العدل إلا به. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا، وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يحقن دماءهم، وأن يعلي راية التوحيد، وأن يثبت أقدامهم وقلوبهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. وأسأله جل وعلا أن ينزل بأسه وبطشه وغضبه على النظام السوري، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يرفع له راية، وأن يجعله الله جل وعلا لمن خلفه آية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهتك ستره وستر من أعانه وثبته ومكن له في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.